اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم بالمحاضرة رقم 4 الجزء الرابع واخر محاضرة في هذا الكورس حول النشر في المجلات العلمية. تحدثت عن الـ publication process, how to choose the right journals, كتابة المقالة البحثية. الآن نتحدث على الـ submission and review tips. طبعا قبل ما تسوي submission للـ paper لازم عندك الـ emails مال كل الـ co-authors، محضر الكفر ليترز. بعض المجلات ايضا تطلب التايتل بيج، تختلف عن المين دوكيومنتس التيبل فيجر، وكذلك اكيد الان لازم الاوركيد اللي هو ار سي اي دي نمبر للباحث. شنو التايتل بيج؟ فايل، هو يعني فايل وورد يحتوي على التايتل، الاوثر نيم، الافليشن، وكذلك معلومات الكورسبوندينج اوثرز اللي هو المكان اللي يشتغل به، الافليشن، الايميل، بعض الاحيان يطلبون الفاكس او رقم التليفون للكورسبوندينج اوثر. عفوا الصوت الان واضح. اوكي، بالنسبه للكفر ليتر اللي هي introduce yourself، شنو المين فايندينجز مال مادتك المقاله، why your paper should be published and this article that never been published before or under evaluation elsewhere. هاي يعني لازم تكون، وانه كل الكوثرز they approved the manuscript. هاي ايضا نقاط جم مهمه بالكفر ليتر. والمين دوكيومنت فايل هي manuscript text without names or affiliation. ليش؟ لانه المجله تحتاج انه تدز هذا البلايند فايل الى الريفيورز. لا، يجب ان ما يكون بالاسماء على مود لا يصير بايس، اسماء الباحثين او من اي بلد هم، على مود لا يصير بايس تجاه المقالة. بعض المجلات تطلب التيبلز والفيجر تكون separated file، تعتمدها طبعا كل مجلة لها الستايل الخاص بها، بس أغلب المجلات تطلب التايتل فايل واحد، المين دوكيومنت واحد، وأكو الكفر ليتر، يعني هاي الثلاثة الرئيسية اللي يجب أن يكون. أكو بعض المجلات تطلب الكوبي رايت فورم، لازم توقع قبل ما تسوي submission. بعضهم يريدون الـ conflict of interest تكون كفايل منفصل أيضا. تعتمد كل مجلة وإلها مالتها الـ guidelines تختلف عن الأخرى. أوكي، شو أنتم عملية تقييم البحوث المجلات العلمية؟ مثل ما قلنا الباحث يرسل المقالة، أكو موظف بالمجلة يعني إداري أغلب الأحيان، يعني عمله أنه فقط يفحص الفورمات، الفورمات، الستايل، الريفرنس، اذا مثلا الابستراكت هل هي 250 كلمه، اذا اكثر او اقل، هل انه الكفر لتر موجوده، التايتل بيج مختلف عن المين دوكيومنت. هاي كلها تشيكها، اشيك الفورمات والفايلز. اذا كل شيء اوكي لحدثها الرئيس التحرير او الاديتوريال بورد ممبر، تعتمد حسب كل مجله شلون مالتها الهاي، بس اغلب المجلات يدزوها للتشيف اديتورز. التشيف اديتورز راح يشوف البيبر يقراها، إذا كان مثل ما قلنا حيركز على التايتل، الابستراكت، التيبلز والفيجرز. إذا كانت اوكي انترستد للمجلة يبعثها إلى المقيمين، الريفيورز. أغلب المجلات يعني تاخذ 2 ريفيورز مينيمم، اكو مجلات تاخذ 3، مجلات تاخذ 5، بس أقل شيء هو 2. طبعا الريفيورز بنهاية الماتهم التقرير راح يكتبون انه هل هي accepted with minor correction, accepted with major، او يعطون rejection. بعد ما توصل للريفيو ريبورت ترجع مرة أخرى إلى رئيس التحرير يفحص الريبورت ويأخذ بها يأخذ بها قرار. طبعا إذا اثنيناتهم accept، يعني معظم الأحيان لحي يسوي لها accept. إذا واحد accept واحد reject يقرأ التعديلات، وهو طبعا يكون القرار الأخير، الأول الأخير هو القرار لرئيس التحرير المجلة. الشيف إديتر هو اللي يقتنع بالكومنتس مال ريفيور، اقتنع بالبيبر مالتك، فهل هيقبلها او يرفضها. طبعا اذا قبلها واكو تعديلات يرسلون التعديلات لعمل التعديلات المطلوبه، او راس يسوي ريجكشن مثل ما قلنا. اذا بعد عمل الريفيور كومنتس تسويها يعطوك تقريبا اسبوعين او المجلات وراها ترجعها مره اخرى. ايضا اذا ما اقتنع رئيس التحرير او المقيمين باجابات الباحث يتم رفضها، اذا اقتنعوا تقبل المجلة. سؤال أيضا يجينا هواية من الطوني request for revision، يعني طلبوا مني أنه أسوي تعديلات، هل البيبر 100% تنقبل؟ لا، مو 100%، يعني تقريبا أغلب الحالات 70 إلى 80% البيبر تنقبل، يعني المجلة وصلت إلى قناعة أنه هذه البيبر أنه worthy
انه ينشروها بمالتهم المجله 70 الى 80% لا يقبلون البحث الحين قبل، بس اكيد بعد انه تقوم باجراء التعديلات والريفيور كومنت تطلبوها. بعض المجالات ايضا تطلب منك انه تجيب سيرتيفيكيت مال انجلش كواليتي يلا تقدر يعني تنقبل للنشر، فهي تعتمد على كل مجله. بس هذه بصوره يعني بسيطه هو شلون تتم عمليه تقييم البحوث في المجلات العلميه، هذا هو البروسيس. طبعا هاي الصوره ايضا موجوده في صفحتنا على الفيسبوك بنزليها مرات عديده. اوكي ايضا مثل ما قلت سوينا احنا فيديو موجود على قناتنا على اليوتيوب بصوره مفصله لماذا رفضت مقالتي. مثل ما قلنا رفض المقاله يعتمد على 3 ستيج اللي هي اما قبل ارسالها للمقيمين، هاي معناها رئيس التحرير هو اللي رفضها، بعد ارسالها للمقيمين انه معناها الريبورتس اللي جت من المقيمين هي كانت انه في اثنين مثلا ريجكت ذا بيبرز، والثالثه اللي هي اقل انواع الرفض اللي هي بعد عمل التصليحات. مثل ما قلنا اكو نسبه 20 إلى 25% بعد ما تعمل الريفيجن والكوركشنز انه ممكن مادتك البيبر ترفض، فهاي انواع الرفض بصوره يعني مبسطه. أغلب أنواع الرفض طبعا هو هذا اللي هو قبل إرسالها للمقيمين، هذا يجب أن يتم بصورة سريعة، يعني المفروض أنه خلال أسبوعين يتم هذا أنه يرفضوها، لأنه بعد إرسالها للمقيمين ممكن تأخذ أشهر يلا يجي الريفيور ريبورت يلا يسوي لها رفض للمقالة. مثل ما قلنا journal give 2 to 4 weeks to review the manuscript or reviewer should recommend accept in current format in minor major أو يسوون rejection. After the receiving the report الإديتر إن شيف هو اللي يقرر إذا both reviewer accepted one accept one reject. الشيف إديتر هو اللي يقرر إذا two rejected normally rejected، بس أكو أنا شايف حالات إنه two reviewers سووا rejection، الشيف إديتر سووا roll out مالتهم decision وقبل المقالة، لأنه المقالة يعني بها شاف الرئيس التحرير انه بها فائده للمجله. مثل ما تعرفون انه المجله هو شنو الشغلات اللي يدوروها، اول شيء يدورون انه ماتهم المجله يصير لها سايتيشن اكثر، لان اذا صار سايتيشن اكثر راح يزداد مالتهم السايت سكور او الامباكت فاكتور اذا كانوا بالويب اوف ساينس. النقطه الثانيه هم الفيزيبيليتي، بعض الاحيان اكو مجلات تقبل كونتروفيرشال topics على مود الميديا كفرج انه يتم تسليط الضوء على المجله، فهي ايضا بعض الاسباب. Submission to decision, it's vary from 2 weeks to 1 year or more. طبعا هاي 2 weeks إذا سوينا rejection by the editor خلال 2 weeks. معظم المجلات الحد المعقول هو 2 إلى 3. المجلة اللي هي فوق السنة هاي مجلة يعني بيها مشكلة بالإديتوريال بروسيس. بس وكذلك إذا أيضا قبل يومين نزلنا على المجلات غير الرصينة، المجلة اللي تقبل بنفس اليوم أيضا هذه يعني عليها علامة استفهام كبيرة، لأنه ماكو أي ريفيو تم، ماكو ريفيو تم خلال يوم واحد. أكو بعض المجلات اللي هي الأوبن أكسس ممكن خلال أسبوعين ثلاثة يتم يقومون بعملية الريفيو، لأنه بفلوس تعرف أوبن أكسس يعني تدفع فلوس، فممكن أنه يدفعون لبعض الريفيورز على مود يسرعون عملية الريفيو، فممكن هذه تكون خلال 3 أسابيع إلى 4 أسابيع. يعني تعتمد على المجلة، بس المجلات الرصينة يعني هي مينيموم هو 1 إلى 2 عملية الريفيو. أوكي أيضا سؤال يجينا هواية، أقدر أراسل المجلة شو وقت بعد 8 أسابيع إذا ماكو ريسبونس أو إلى، طبعا أغلب المجلات الآن عندها أونلاين ويب سايت اللي هو التراكينج ويب سايت، تقدر تشوف مالتك البروجرس مالتك البيبرز. إذا ماكو ريسبونس دز إيميل تسأل على المانسكريبت ستيتس. إذا ماكو ريسبونس فروم جورنالز بإمكانك أنه تسحب البيبر ديزلهم ايميل، هذا الايميل يعتبر مستند رسمي، يعتبر دليل ايفيدنس انه انت سحبت البيبر من عندهم فور نون ريسبونس، لانه هم ما يجاوبوك. مثلا بعثت 3 إيميلات تسال الستيتس ماكو جواب من المجله، فتقدر تبعث ايميل انه هذا هو I officially withdraw my paper from your journal due to non response. هذا يبقى معك انه في المستقبل اذا صار اي شيء انه انت عندك، لانه ما تقدر تنتظر 6 سنة على مود المجله تسوي ريجكشن وما تجاوب، فتقدر تعمل withdraw. اليوم حقيقه لاحظت سؤال على احد الجروبات انه هل استطيع انه اسحب مادتي البحث النشر بالمجله وبس الجامعه ما توافق عليه، اتصور في عملية ترقية او هيك شيء يعني هيك موضوع، فهل اقدر اسحب البحث؟ طبعا جدا صعب انه البحث ينسحب من المجلة،
بعد ما النشر، بعد ما حصل على دي او اي، بعد ما نزل اونلاين، تلاقيه الان موجود بالجوجل سكولر. اذا المجله بسكوبس يجوز وصل الى قاعده بيانات سكوبس. فسحب السحب البحث، اكو فرق بين الويذدرو والريتراكشن، هاي نقطه جدا مهمه. الويذدرو يعني تسحب البحث مثل ما قلنا بعد بالريفيو بروسيس، بعد ما وصل لمرحله النشر. بعد ما ينشر اللي تقدر تسحب البحث انه يسموه ريتراكشن. بس الريتراكشن معناها اكو ethical issue بالبحث، اكو misconduct، research misconduct، معناها البحث بمشكله بالاناليسيز، اكو احد اشتكي على البحث، مثلا الجامعه مالتك اكو مشاكل مرات يصير بالاناليسيز مال ديتا، خصوصا بالابحاث اللي هي لها علاقه باللاب، يسوون retraction اذا كان الاناليسيز غلط. مثل ما لاحظتوا اكو خلال يعني طبعا الريتراكشن تحدث حتى باللانست، مثل ما شفتوا قبل كم اسبوع حصلت يعني حاله انه انتشرت مقاله مهمه جدا على احد علاجات الكورونا اللي هو الهيدروكسيكلوروكوين، انه ما له اي افكت. المقاله تم سحبها بعد كم يوم. ليش؟ لانه المجله طلبت من الباحثين انه يزودوها بالديتا، الرو ديتا. الباحثين قالوا لهم احنا ما عندنا الرو ديتا، هي كونفيدنشال، المكان اللي اخذناه منها ما اعطيناه، فهذا يعتبر يعني مثل ريسيرش مس كوندكت، انه اذا كان مصدر الديتا ما معروف كيف ممكن انه نثق بتحليل العينات، التحليل الاحصائي. لذلك تم سحبها. وطبعا اكو ريتراكشن نوتس، اغلب البيبرز اللي يتم لها ريتراكشن ما يمكن ان تنشر في مجله اخرى والباحث يجب ان ينساها. طبعا اي باحث عنده ريتراكشن في مسيرته الاكاديميه هي تعتبر مثل نقطة سوداء في مادة السي في. أوكي، how to answer reviewers، أيضا موجود الفيديو على قناة على اليوتيوب، سوينا فيديو تفصيلي بالتفصيل how to reply reviewers. طبعا أكثر أنا هنحكي بصورة سريعة، إذا تريدون بصورة مفصلة موجود على قناتنا على اليوتيوب. مثل ما قلنا هناك إنه يجب أن نبدأ بشكر الreviewers for their comments and time to improve our work. الأهم نقطة أنه لازم نجاوب كل الكومنتس. Even if we don't want to change, you must give justification. يعني ما يصير أنه ما تجاوب على استفسارات المقيمين. Response form قلنا طبعاً أكون نوعين، أكون الـ point by point أو الـ table اللي هو نحط بيه reviewer comments، شنو مهاتنا response، وكذلك نحط الـ page والline. وبالـ revise manuscript الأفضل أنه نظل لها بلون مختلف، مثلاً باللون الأصفر أو الأحمر على مود لسهولة الوصول لها من قبل الـ يعني الـ editor وكذلك الـ reviewers. مثل ما قلنا انه need to be polite with editors and reviewers، هاي نقطة جدا مهمة. Need to answer all the comments. Try to make as much changes as possible. يعني مثلا عندك 10 نقاط، حاول 8-9 منها انه تنفذها. اللي ما تنفذها لازم تحط justification. ليش مثلا؟ انه مثلا من الشغلات اللي بتقدر تغيرها، مثلا يقول لك انه يقترح عليك انه تغير ال study design او ال sample size. انت already collect the data، يعني صعب جدا انه تغير ال study design او ال العدد العينات السامبل سايز، فتقدر تسوي جاستيفيكيشن لهذه النقاط. Never argue with reviewer or say that they are wrong، هاي جدا مهمة. You can decline their request politely and give justification، مثل ما وضحت بال example. هاي أيضا موجودة في قناتنا على اليوتيوب، إنه شون Dear Dr. Veronica, on behalf of the all author, I am submitting a revision of the manuscript تحت التايتل مالتها. بعدين the author would like to thank the reviewer for their time and valuable comments. We have included more details in parts of abstract background methodology discussion conclusion section based on suggestion of the reviewer. We have endeavored to respond to all questions and comments and would be pleased to clarify any of our responses if needed. يعني حتى تعرض عليهم انه اذا ما اتك الجواب ما افتهمه انه انت حاضر لتسوي clarification. As stated when we first submitted the manuscript for peer review, all the author have contributed significantly to the study and the author declared that they have no competent interest. The responsibility of the content of this manuscript rests entirely with the authors. Thanks for considering this paper for publication. فهاي طبعا اكيد تحط المانسكريبت اي دي، سبمشن اي دي هو نفسها لكل مقاله من نسوي لها سبمشن، يطوك
معرف بالمقالة هاي من نسوي كوميونيكيشن ويا المجلة يجب أن تذكر هذا الاي دي، لأن المجلة عندهم آلاف السبمشن، خصوصا نحكي عن بي ام سي بابليك هيلث اللي هي كيو 1 جورنالز، فعندهم آلاف الأبحاث، فلذلك الأفضل تعطيهم الاي دي مال البيبر. شوية نحكي على نقاط اللي هي شنو الimportant deciding points for manuscript to be accepted، اللي تأثر على قبول فرص قبول أكثر للبحث. The topic and title, the topic must be interested and novel. We try to use catchy title. هاي جدا يعني نقطة مهمة. Study design مثل ما قلنا. The case control cohort experimental study have higher chance to be accepted compared to cross sectional. مهمة أيضا. Sample size the bigger the best. الآن إحنا بعصر البيج داتا، الجورنالز يدورون على يعني ديت البحث يكون 1000 2000، مو فقط نحكي عن 50 70 عينة، خصوصا إذا كانت كروس سكشن أو إذا كانت كويشنير. الإنجليش كواليتي مهمة جدا بالإنترناشنال جورنال، نقدر طبعا مثل ما قلنا إنه أسك كوليك فور بروف ريدينج، إذا عندك بعض المقدرة المالية ممكن أدز إلى ويب سايتس أو يعني مراكز متخصصة للبروف ريدينج والإنجليش إديتينج يكون أفضل. والأخير أكيد الستاتستيك مثل ما قلنا، الديسكريبتيف ستاتستيك أونلي عن جدا ضعيفة في الوقت الحالي. ماست يوز إنفرنشال ستاتستيك على الأقل كاي سيكويرتي تيست أنوفا. وإذا عندنا لوجيستيك ريجريشن اللي هو لينير ريجريشن أو باينري لوجيستيك ريجريشن أكيد يكون أفضل، فرص القبول تكون أعلى. هاي نقطة جدا مهمة. بعض المعتقدات الخاطئة على البابليكيشن ننهي بها المحاضرة وننهي بها هذا الكورس. أول شيء publishing with a close access option is good، مثل ما قلنا وضحنا بأول محاضرة الكلوز أكسس السيتيشن مالتك يقل الفيزيبوليتي مال ريسيرش الداونلود للمادتك البحث، فأكيد لح يأثر على البحث الكلوز أكسس. open access هو أفضل طبعا، أكيد open access لازم تدفع الأجور النشر، فهي أيضا نقطة أخرى. non-scopus journal are not good quality، لا أكو آلاف المجلات اللي هي مو scopus وكواليتي مالتها عالية. ليش؟ لأن scopus عدد محدود تقدر تأخذه كل سنة، آلاف المجلات يقدموا كل سنة بس يأخذون تقريبا 300 إلى 400 مجلة، لذلك مو كل المجلات ممكن تكون في scopus. all scopus journal good quality، لا للأسف أكو كثير من المجلات، لذلك سكوبس كل سنة طلع 500 إلى 600 مجلة، لأنه عندهم publication concern، عندهم شغلات أخرى ethics، مجلات للأسف احنا نلاحظ مجلات اللي تقبل بنفس اليوم ماكو أي review ماكو أي quality submission عن طريق الإيميل، فهاي كلها تأثر على الهاي، فهي مو كل السكوبس جورنال، تقريبا أكو 10 إلى 20% مجلات سكوبس هي يعني غير رصينة. journals بـ Q3 Q4 is not good، وأنه لح تطلع من التصنيفات ما لها علاقة، لأنه الـ Q3 والـ Q4 هي تعتمد على السايت سكور، فالسايت سكور هو أحد الشغلات الستة اللي يعاد تقييم المجلة عليها كل سنة، واحدة منهم هو السيلف سايتيشن، السايتيشن ريت، السايت سكور، number of articles، number of full text، click on scopus.com، abstract usage on scopus.com. أكو ست شغلات كل مجلة يتابعوها كل سنة على مود يشوفون هل يطوها انذار أول بعد انذار ثاني بالثالث تطلع من سكوبس، فما له علاقة لكيو 3، لأنه إذا تشوفون السايت سكور هو فقط واحد من الشغلات الستة اللي تأثر على تقييم المجلة. فالكيو 3 كيو 4 مو معناها أنه هي مو مجلات زينة، لكن أغلب الكيو 3 كيو 4 هي مجلات دخلت حديثا إلى سكوبس، وكذلك ما السايتيشن يكون قليل. ليش السايتيشن قليل المجلات؟ أيضا هذا موضوع يعني طويل. مجلة يجب أن يكون عندها مثلا ويب سايت قوي تسوي بروموشن للمجلات، لازم الأوثر أيضا diversity مال publication يجب أن يكون من عدة geographical area، ما يركزون فقط على دولة معينة، يكون أفضل إذا كانوا regional أو international. أكيد إذا international راح يكون عندهم citation، المجلة إذا موجودة بدار نشر عالمية مثل Elsevier Springer Willy راح يكون عدد citation اللي هي أكثر من المجلات اللي بدون نشر أقل منها، فهي تعتمد على هواية عوامل. شكرا جزيلا لحضراتكم، الآن